السلام عليكم، معكم حمية مينتو رئيس جمعية الأصيل للموروث التقليدي. نحن هذه التظاهرة اجتماعية ما هي معقولة عندنا بها، تجلب لنا السياح، تجلب لنا وفود من جميع دول العالم، صنعت لهم الدشرة عنها، راهي في ازدهار إن شاء الله، وهما قاع مجيهم ازدهارنا ورفع من سياحة الدشرة، نعتوا مجالاتها عندها عدة مجالات، يعني الصناعة التقليدية اللي يعني نمثلها قاع يعني فرض عليها من سياح يجوها من عدة بلدان، اقتنعت لهم عنها، راهي ما هي محتكرة فقط على مدينة الداخلة والله على مناطق الجنوب بصفة خاصة، بل هي اللي تعود إن شاء الله واصلة للعالمية، وذا هو اللي ندور نوصلها من هذه التظاهرة إن شاء الله، لكن نرفع من مستوى السياحة بالجهة. بالنسبة للجمعية هذه أول مشاركة لنا، وإن شاء الله ما تعود التالية، وإن شاء الله يا مولانا نعودوا قاع نشاركوا بسباق الصحراوية من هون لقدام إن شاء الله. شنو مشاركتكم في الجمعية؟ الجمعية جايين مشاركين بالصناعة التقليدية، معرض للصناعة التقليدية على هامش دورة الصحراوية هذا. برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمت هاي التظاهرة الوطنية بمشاركة الأنحاء العالم متعددة بعد عماد الكورونا، بعد تراجع في السياحة والاستثمار، تم الحمد لله انطلاق هاي التظاهرة مع استئناف باقي الرحلات الجوية، وهذا ليكون فعل الحمد لله على اقتصادنا وعلى سياحتنا. الاسم ديالي كريمه اعلى، كنشاركوا في هذه النسخه الثامنه ديال لو غيد الصحراويه، اللي هو واحد المسابقه رياضيه ولكن اللي عندها ابعاد انسانيه وايضا بالتعريف بالجنوب ديال المغرب، وحنا فرحانين بزاف بهذه المشاركه ديالنا، وكنشاركوا باسم واحد الجمعيه اللي كتعنى بمريضات سرطان الثدي، ولهذا غادي نعطيو لو ماكسيموم اللي عندنا ان شاء الله باش نعاونوا هذه الجمعيه. جمعية اللي تتعاون النساء المرضى بمرض سرطان الثدي، وهذه ثاني مشاركة ديالي وأول مشاركة ديال البينوم ديالي، دونك اليوم غادي نبداو اليوم الأول ديال المشاركة، إن شاء الله غادي تدوز مزيان لأن الأجواء ديجا مزيانة، وجمعية أصدقاء الشريط الوردي. L'association Ruban Rose, donc c'est pour le cancer du sein, les KIG, les femmes. Normalement, on a choisi de soutenir cette association afin de donner un message d'espoir, c'est celui de la vie après le cancer du sein. Et bien sûr, pour que les femmes ne vont pas sentir qu'elles sont seules, ils vont ressentir qu'ils ne sont pas seules, il y a quelqu'un qui est devant eux, et c'est tout. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Tov Bitton, nous venons d'Israël avec mon équipe de Golda Magazine. Alors je suis venue avec Vanessa Alouche, qui est également d'origine du Maroc comme moi, et Oufad Haider, qui est une arabe israélienne. Donc on est vraiment très très fiers d'être venus d'abord au Maroc. Merci à Laila Ouachi pour son accueil, et vraiment très très heureuse d'être là à Dakhla avec vous, et d'être la première équipe israélienne au Sahraouia. Vraiment, merci beaucoup de votre accueil.